مرحبا، هيدي انا، هيدي انا، واليوم جاي اخبركم قصتي. هالصوره كثير بتعني لي، لانه امي قدرت تترك الملجأ لكم ساعه، تخبز الجاتو، زينه بكرز لاني خلقانه بحزيران، وقدرنا عشيه عدو اللوكس طفي شمعتي الخيبسه. أكيد لأنه كانت الحرب اللبنانية، أنا خلقت بالحرب اللبنانية، وما بحب أحكي عن الحرب لفوت بشي سلبي أو شي، بس لاحظت شغلة إنه نحن بنكون عايشين مبسوطين، بعدين تجي أزمة حرب، والشي اللي بيخلقه هيدا شي، ما بعرف إذا أنتو لاحظتوه بحياتكم، بيخلق شي مثل الشرخ أو الفجوة، وهيدي الفجوة أنا خلقت فيها من أول نهار بحياتي. هلأ الفجوة كملت لليوم، وبعتقد إنه نحن هلأ كلنا عم نقطع، مش لحالة يعني، كلنا سوا عم نقطع بهيدي الفجوة. أزمة اقتصادية سياسية، خسرنا كتير، وهيدا الشيء يعني خلاني هيك أوقف بهالمحل كتير معتم، والكتير بخلينا نفكر شو بدنا نعمل. أنا كتير خسرت، بعرف أنتو بالكم سنة اللي مضيوا خسرت كتير، شغلة مصرية. وهيدي اللحظة ذكرتني أنا وعم بكبر بهالمومنت، كنت عم بتفرج على الألبوم تبعي مش من زمان، وهون كان عمري تقريباً 8 سنين، والشي اللي لفتني، أكيد ما كنت عم بعمل دعاية للبيبسي بهيدي الصورة، بس اللي لفتني هالصورة، هالصورة مثل ما شايفين مشخطة على على وجهي، لأنه ما كنت حب كيف كان شكلي، كيف مين أنا، لأنه بوقتها وقت كان عمري 8 سنين كنت معروفة بالمفركشة. بدكم تعرفوا ليش؟ لأنه بكل بساطة كان شكلي هيك، رح وقف بروفيل وكنت امشي هيك، بعرف فيك تضحك لأنه كان شكلي لكتير من الأشخاص بضحك، بس أنا خلقت مع سيندروم اسمه هايبر موبيليتي سيندروم، وهو ارتخاء بالمفاصل. ما بعرف إذا فيكم تعملوا هالشي السحر. هيدي نعمة من ميلي، بس صعوبتها إنه بتتحدى الشخص، لأنه أنا وكان عمري 8 سنين بهالصورة ما كان فيه أركض. ليه؟ لأنه هالرخاوة بالمفصل بتاخد من قوة العضل، فأنت لا تركضي يعني عملية فيزيائية. ما كان فيه، بس أنا بقول لكل شخص بالحياة بكل الصعوبات اللي بيقطع فيها، في شيء كمان من ميلة تانية بيصير ليشيله من هالصعوبات، وهو هالشاب الحلو، بعرفكن على جورج اللي هو خيي، هو رقم 3 وأنا رقم 4، ما خبرتكن نحن 5 أولاد. وجورج وقتها كان عمري تقريباً 13 سنة ونص، وكنت عن جد أنه أقول يا ريت فيي أركض بس شي كيلومتر بالمدرسة. راح يدرس فيزيكال إدوكيشن بالجامعة اللبنانية، أخذني بإيدي لمحل سحري واللي هو الجيم. ما بعرف كم واحد منكم عنده ممبرشيب بالجيم وما بيستعمله. هالمحل غير لي حياتي. ليه؟ لأنه خليني أشوف هيدا الضوء، إنه أنا في أركض 3 كيلومتر وأطلع الثانية بسبق المدرسة وقتها كان عمري 15 سنة، إنه أنا إذا بدي أطلع هيك أمشي بالجبل في طريقة لاقيها وأتحدى حالي. وهيدا الضوء الصغير بلش يساعدني بكل الأزمات اللي عم نعيشها بلبنان، وساعدني لأنه طلعت وبلشت أشوف قدامي أشياء جديدة. هلأ أكيد في وصفة معينة لقيتها أنا مع الخبرة يعني بآخر 17 سنة من حياتي، وعبالي شارك من كم ingredients، مكون. أول مكون ساعدني شخصياً هو الحركة أو الفيزيكال أكتيفيتي، وأكيد بس أقول فيزيكال أكتيفيتي أنه
مش ضروري تروح تعدو بالمي المثلجة مثلي أو تعربشو جبل، لأنه نحن أنا يعني شخصياً بستعمل physical activity لنظف. نظف شو؟ الأفكار السلبية، الوجع، التعب، كل هدول الشك اللي عم بيقطع براسي، مثل ما من كل يوم ننظف أو إذا مش كل يوم مرة بالجمعة البيت، ذات الشيء هيدا هون وهون أنا بنظفه بالحركة. وبس أقول حركة مش ضروري روح أتمرن كل يوم ساعتين أو ثلاثة اللي بيكونوا عندهم إياهم بالخطة لأطلع أعلى جبل بالعالم، لا، لأنه في روح أمشي 20 دقيقة، أطلع على درج البيت 20 دقيقة، أمشي تحت البناية. فمش ضروري روح على الجيم، بس إذا عندكم ممبرشيب استعملوها. So, كمان الفيزيكال اكتيفيتي استعملتها بحياتي بطريقه ثانيه، مش بس لعلي نبضات قلبي لوطيها. وبدي شارككم واحد من هالاكسرسايزز. حاضرين؟ وقفوا. So, اول شيء بدي اياكم تحطوا ايديكم على رقبتكم وتغمروا حالكم لتحسسوا حالكم بالامان. هيدي وحده من الحركات اللي بستعملها. وتطلعوا لفوق، نحن مننسى نطلع لفوق ونريح رقبتنا وناخد نفس عادي، مش كتير كتير قوي، بس ظهروا قد ما فيكن. وقفوا تتنفسوا، رجعوا خدوا نفس بس. أدي أخذ 30 ثانية. 30 ثانية فيها تروقني، فيها تريحني، وفيها تنظف. تذكروا عم نظف. وشكرا لقبولكم إنه تعملوا هال exercise معي. المكون الثاني اللي اكتشفته هو الوقت والطاقة وهالتوازن بيناتهم، لأنه عطول ما عنا وقت أو عنا كتير طاقة. وكيف هيدا التوازن بيصير؟ لأعطيكم مثال، أنا هلأ نصحانة 6 كيلو، ففي روح بكرة على الجيم، يعني في روح بوع على 5، أنا على 6 وقعد 12 ساعة بالجيم اتمرن وكارديو وارفع أتقال. من بعد 12 ساعة شو بكون صار فيه؟ طافت؟ وصلت لهدفي؟ كون اللي خلقته أكيد إصابات من عدة أنواع، كمان اللي خلقته كره لشيء اسمه رياضة والجيم. ومش بس هيك، رجعت على البيت وفتحت كل أكياس الشيبس هول اللي مخبيتهم بالجرور وأكلتهم. أنا كتير بحب الشيبس. فهون اكتشفت شغلة، إنه هالتوازن بين الوقت والإنرجي هو بيعمل الفرق. كيف نستعمل نهارنا، كيف نستعمل أسبوعنا لنكون منتجين، لنكون كل يوم عم نستعمل هالطاقة اللي عنا إياها وهالوقت اللي عنا إياه لأنه عنا كتير وقت، بس لنكون عم نقرب 0.00001% لهدفنا، لحلمنا، لنكون عم الهدف اللي عندكم إياه، تفتحوا شركة، تكونوا عم تخلصوا مشروع معين، الهدف اللي عندكم إياه، حتى إذا كان إنه تعملوا هيك بيتزا طيبة أو لازانيا طيبة، مش غلط. هيدي كل شغلة نحن منخلقها بحياتنا هي بارت من هالتوازن بين الطاقة والوقت. وهون أكيد أنا من بعد ما اكتشفت هالمكونات بلش هالموهبة اللي عندي إياها الصغيرة. يعني اكتشفت شغلة إنه قد ما كان عندي موهبة، إذا ما بيجي بضربها بوقت من التعب ووقت مع الطاقة المتوازنة مثل ما حكيت عنها قبل، ما بقدر يكون عم بخلق مهارة بحياتي. وأنا خلقتها، أنا ما كان عندي حتى أبداً موهبة إني أتسلق جبال، بس الوقت اللي حطيته خليني أخلق هالمهارة. بس مش يعني أنه إذا خلقت مهارة وصرت أنا شاطرة باللي بعمله وصرت عربش جبل بالقلب وجبال شي 20 جبل يعني أنا بقدر حقق إنجاز. لا، بدي أخذ المهارة وأضربها
بوقت أكثر من التعب. إذا كنت حط 12 ساعة من الوقت بجمعة لأتمرن، صرت حط 22. هيدا الفرق، وهيدا اللي بيوصلنا نكون عم نحقق الإنجاز. وهيك صار من بال 2012 حطيت خريطة العالم وقلت هيدا هو حلمي. شو يعني؟ قررت اتسلق أعلى قمة بكل قارة. مشروع منه هين، بده كتير من استثمار الوقت، من استثمار مالي، كنت بحاجة كتير لسبونسرز، وكمان استثمار ذاتي، ذهني وجسدي. طب كيف بدي أعمل كل شيء؟ بس بلشت، وهيدي أنا على أعلى قمة بأوروبا، جبل ألبروز بال 2012. وليه بلشت بهيدا الجبل؟ لأنه كان أهين شيء تقنياً، وقدرت أمن التمويل من السبونسر لأنه كان الكلفة أقل شيء. وكملت على تاني قارة اللي هي قارة أوكيانيا بأكتوبر 2013، تسلقت تاني قمة، يعني تاني قارة. وهالأهداف عم بتصير هدف ورا هدف، وشوفوا من سنة لسنة، مش من شهر لشهر، بدها وقت العملية. قبل جبل كليمانجارو، كتير منكم بيعرفوه، وين جبل كليمانجارو؟ أفريقيا، أعلى قمة بأفريقيا، وهون صاروا 3 قارات من 7. أنا عم بقرب خطوة ورا خطوة لحقق حلمي، صرنا بال 2014. وبين 2013 و 2017 كان عندي أولوية لحلم أكبر، كنت عم بتسلق جبل من نوع تاني، جبل الكتب، وحققت هالدكتوراه. بس بدي أخبركم شغلة عن هالدكتوراه، أنه قدمت أكثر من 20 ريسيرش بروبوزل لأخذ منحة دراسية وروح على روما وعيش هالوقت وخلص هالحلم اللي عندي. من 20 بجامعات العالم، وحدة قالت لي إيه تعي وقبلوا. فشوفوا قدي الإنسان بده يحاول لياخد يس. ومن دكتوراه جبل أكونكاغوا اللي هو الأعلى بقارة الأمريكية الجنوبية، ما كان هين أبداً هيدا الجبل، ورجعت على كليمانجارو. هالمرة كان هيدا الجبل بيعني لي أكتر، هو زيت الجبل، بس هالخبرة عنيت لي أكتر لأنه كنت عم بتشاركها مع ليان 13 سنة، غيداء 14 سنة، وروان 16 سنة. أربعتنا وصلنا ورفعنا علم ورفعنا علم لبنان. بس مش هيدي أحلى شيء بالقصة. روان اللي هي عمرها 16 سنة بال 2021 هي كمان حققت السبع أمم. فشوفوا بس تبلشوا من حالكم وفينا نكون كمان عم نعطي لغيرنا لهن يعملوا هالأفرت وهالوقت ويحققوا أحلامهم. من بعدها هون كم قارة صار عندي؟ 4 من 7. مش هينين، صرنا بال 2017 هون كان الخامس دينالي، واحد من أصعب الجبال بألاسكا، ناقص 60 تحت الصفر، بس حققت ووصلت على القمة بحزيران 2017. من بعدها بعد عندي جبلين، وهون كان معي الدكتوراه وفي علم بالجامعة فول تايم ومع بيل، بس نطرت 14 شهر عم بسمع كتير اشياء بتقلي شو بدك بهيدا الحلم؟ هيدا الحلم مش رح يفيدك لمستقبلك، اصلا مين بيقدر بهيدا البلد؟ 14 شهر بدق باب بيقولوا لي نحن ما عنا هالبادجت، كلفة كتير عالية لهالجبلين، لأنه أنتاركتيكا وأعلى قمة بالعالم أفرست كلفتهم كتير عالية. 14 شهر عم بحاول، لو أخذت أول يس، وهيدي أنا على أعلى قمة بأنتاركتيكا ب5 ديسمبر 2018. ومن بعدها شو بعد في؟ أعلى قمة بالعالم. وب 23 أيار 2019 على الساعة 6:30 وصلت على أعلى قمة بالعالم، وبهيدا حققت حلم عمره 7 سنين وصرت أول لبنانية بتتسلق أعلى قمة بكل قارة. بس وقتها ننجز مش يعني ما فشلنا. وهون بدي أخبركم
كيف أنا كل قصتي بلشت بالفشل. بال 2012 كنت على جبل أكونكاغوا لأول مرة، وكان من أول الخبرات بالجبال ذو الارتفاع العالي، فما كنت كتير بعرف، ما عندي خبرة كتير كبيرة، ومرضت على 6000 متر مش هينة أبداً، وكنت كتير قريبة إنه أوصل للقمة، بس قررت إنه أرجع. قررت إنه أرجع لأنه الجبل بيبقى بس أنا فيه أرجع. وهيك صار بال 2017 من بعد 5 سنين برجع على جبل أكونكاغوا. هون شايفيني طالعة من 4500 متر من المخيم من البيس كامب للجبال للكامبس الأعلى، المخيمات الأعلى ل 5500 متر، حاملة 25 كيلو وطالعة. الجبل كمان بال 2017 ما كان هين عواصف، هيدا أنا عم جرب افهم شو يعني ارتفاع عالي، عم خلي جسمي يتأقلم مع الارتفاع العالي، عم باكل بالخيمة. هيدي الصورة كتير بتعني لي، لأنه شفتوا هالمحل من 5 سنين لورا، هون تركت، هون فليت، بس هالمرة كملت. نحن تحت العاصفة عم نوصل على قمة أكونكاغوا، أعلى أعلى قمة أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية. وصلت على القمة ورفعت علم لبنان. الشيء اللي بدي أخبركم إياه، أنا لو وقفت عند الفشل بال 2012 ما كنت واقفة قدامكم اليوم عم بخبركم عن أحلامي اللي حققتها. الفشل هو حدث بيصير بحياتنا وفينا نستعمله لنتعلم منه. إذا صار بحياتنا فشل مش يعني نحن فاشلين، هيدا الشيء ما بيحددنا. هيدا الشيء خلاني كل مرة بواجه كل هالشكوك اللي بتصير حوالي، السلبية، الحياة اليومية، كلها 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 كيف بوجهها؟ بالأفعال. بقوم بتمرن، بحكي هيدا الشخص، ببعث هالإيميل، بدق لهيدا الشخص، مش ما بوقف، ما بخليهم يوقفوني. وهيك بلش النجاح يتدفق بحياتي، لأنه بس ننجح أو ننجز أو نحقق شيء كتير كبير مش يعني مش رح نفشل. أنا بعدني عم بفشل، كل يوم بفشل بشي معين لأتعلم منه، ومش يعني ومع هيدا الفشل هو اللي بخليني كمل عن النجاح. بهيدي اللحظة بهيدي اللحظة كنت كتير خايفة، بس رحت استعملت هيدي الشجاعة اللي عندي إياها اللي بتفهم الخوف تبعي وبتخليني اتخطى هيك أوقات صعبة وأوقات بدها شجاعة كتير كبيرة. بس أنا اليوم مش جاي أحكيكم عن هيدي الشجاعة اللي تخلينا نوصل على أعلى قمة بالعالم ونقطع هالسلم بالكومبو آيسفول وتحتنا في 100 متر فراغ ومش عارفين إذا شو رح يصير فينا. هي الشجاعة اليومية اللي بدي أحكيكم عنها. شو يعني؟
بتعرفوا شو أصعب شيء بالنسبة إلي؟ كل يوم الوعي من التخت. الوعي من التخت إنه تعرفوا كل هالوقت اللي أنا عم بنجز وعم بتسلق هالجبال عالية، ما كان عندي سبونسر على طول عم بيقول لي، كان على طول على آخر تكة يجي يدعمني. بس هآخر تكة ليه تزبط معي؟ لأنه أنا من أول ما حطيت الهدف أنا ما عم بوقف، قوم من التخت على 5:30 روح اتمرن وخلص، قول أنا اليوم عم بقدم أكتر لحلمي، أنا عم بعمل اللي علي اليوم وعم بدق أبواب. مع الوقت وصلت حققت. فهيدا الشيء كتير مهم وقتا نحن اليوم ما نتخلى عن هالحلم اللي عنا ياه جوا، هالبذرة الصغيرة اللي حطينا بقلبنا، كيف منخليها تنمى؟ إنه كل يوم نقوم ونرجع نعمل اللي علينا. أنتوا بتعرفوا شو اللي عليكم لتحققون، مش أنا. عطول بفكر وبقول إنه لو رديت على هول الأشخاص اللي قالوا لي إنه جويس هدول الجبال إنه تضيع وقت، إنه شو عم تعملي؟ إنه هولي رح يبنوا لك أصلاً مستقبل؟ إنه أنت دكتورة ومهندسة عم بتضيعي حياتك؟ أو حدا كتير قريب علي بعائلتي قال لي إنه أنا جامبلر، إنه أنا بآمر بحياتي، عديمة المسؤولية، عم ضيع حياتي بدل ما روح اشتغل واتعب، قادر اكدي ورا حلم. أو الأشخاص اللي قالوا لي إنه أنت بنت حلوة وعم تكبري بالعمر، إنه روحي لقي حدا هيك مرتب وعملي منه ولدين، شو بدك بهيدا الحلم وتضيع الوقت؟ عم بيكلك حياتك. لو أنا رديت عليهم كلهم ما كنت واقفة اليوم قدامكم عم فرجيكم كيف حققت أحلامي. و باي ذا واي يعني بعد ما بلشت بعد في كتير أحلام لقدام بدي حققها. فاليوم قبل ما أترككم بدي أسألكم سؤال واحد. What if؟ ماذا لو؟ اليوم عندكم أنتوا الخيار، تعطوا حالكم فرصة تاخدوا حلمكم وتحطوا فيه الوقت والطاقة وكل هالأفعال اللي بتدفش حلمكم لقدام، وبأكد لكم أنه رح تحققوا هدفكم حلمكم. هل بتاخدوا هالفرصة؟ شكراً. Thank you.